تاني من صلاح محسن وقال ان طردته الاشاعات وهيعود قريب بعد الاعاره للسيراميكا. وجه رساله لجمهور النادي الاهلي بعد اتمام اعارته الرسميه لنادي السيراميكا وقال عارف قدر كبير جدا كان من الاشاعات بيطاردني خلال الايام اللي فاتت، ولكن الراجل التزم الصمت لانه عارف قيمه النادي الاهلي وان انت يعني ايه بتلعب بتيشرت النادي الاهلي والحقيقه هو بيتكلم على دعم اللعيبه من زمايله في الفريق ودعم الجمهور ليه كمان. ففكره صلاح محسن كان في كلام كتير، واه الراجل ما كانش عنده قناعات فنيه وما كانش بيظهر حتى قبل كولر، وان الراجل قعد على قائمه الانتظار وكان عايز يخرج، وسمعنا كلام كتير ان هو لا عايز يخرج على سبيل بيع نهائي مش على سبيل اعاره. في الاخر صلاح محسن بيعار لنادي سيراميكا وبيشوف ان سيراميكا حقق المطلوب. انت بتتكلم في احمد ياسر ريان، صلاح محسن، جون ايبوكا، محمد ابراهيم، اعتقد مع الكابتن احمد سامي هيكون ليهم شكل تاني تماما الموسم اللي جاي. صلاح محسن خرج على سبيل الاعاره، بنتمنى له كل التوفيق اكيد، واعتقد ده اسلم حال لصلاح محسن ان انت ما تقعدش تعاند في حاجات او في قصه ملهاش لازمه. انت في الاخر مش موجود في النادي الاهلي، ممكن تكون موجود في نادي سيراميكا بتتالق، بتبقى موجود في منتخب مصر، فهو ده حال كره القدم. بنتمنى له اولا واخيرا كل التوفيق.